فين مدير الامن بتاع الاوتيل ده؟ خير يا فندم؟ عندها معلومات الحرم الاستاذ ده هنا في الفندق مع عشائها، مطلوب القبض عليهم. اكيد في حاجه غلط حضرتك. حاجه غلط؟ ده انتوا اللي ناس غلط، وانت بالذات راجل غلط. يا فندم حضرتك ايه، دوّت صوتك وانا تحت امرك عشان سمعه المكان بعد اذنك. والمكان ده لو محترم كان يسمح باللي بيحصل ده؟ يا فندم احنا في مكان محترم، وحضرتك عارف ان ممنوع اي اتنين مش متجوزين ينزلوا في غرفه لوحدين. بس مسموح كل اتنين يقعدوا كل واحد في اوضه وحد فيهم يتسحب يروح للتاني، مش كده؟ وده اللي بيحصل على طول. خلص، انتوا هتعملوا على الشرفة ولا ايه؟ ايه ده حضرتك، ايه ده يا جماعه، وانا تحت امركم، انا هساعدكم في اللي انتوا عايزينه. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تطلع معايا انت والراجل اللي وراك ده دلوقتي عشان نمسكهم متلبسين وتبقى شاهد، والا اقسم بالله العظيم اولع لكم في المكان ده بكل اللي فيه. انا تحت امرك، ايه ده بس حضرتك، وهعمل لك اللي انت عايزه. ممكن حضرتك تديني الاسم بالكامل وانا هجيب لك رقم الغرفه من الريسبشن وهطلع معاكم حالا. احنا عارفين رقم الغرفه، اتفضل معايا. اتفضل اتفضل تحت امرك، اتفضل تعالى معايا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا انتوا الاثنين؟ ايه ده، احنا فاتين محترم كده يا توحة؟ انا تعمل لي معانا كده يا توحة؟ ايه كنت فاكر اني مش هخرج من السجن؟ اوعى تنسي نفسك يا توحة، انا ابو كوامل اللي خدتك بنت فلاحة جربوها ما تسويش بصلة وعملت منك بني ادمة. تعمل لي معايا انا كده؟ اثبت اثبت حالة تلبس. وانت ارفع لي قضية زينة عن الهانم. حاضر يا باشا. زينة ابو كوامل بيه، تسمح لي بحاجة صغيرة؟ اوي صغيرة جدا. فوق تستاهل، تستاهل اكتر من كده كمان يا توحة. بتبيعين انا بجلالة قدري عشان ده؟ انا معايا تاريخه، السي في بتاعه معايا. مش انت هات اللي كنت زبون دائم في شرم الشيخ بتصطاد العواجيز الاجانب وتاخد فلوسهم بدولار واتنين دولار؟ يالا تفرق ايه عن توحة عن غيرها من اللي انا كنت بشغلهم؟ انا اللي كنت بعمل الحاجات دي تتعمل فيا انا يا جربوعه؟ اقسم بالله ما حاسبك يا توحة. خدهم يا باشا. يلا تعالوا معايا. مين دول؟ مين دول؟ واتس رونج؟ فهميني. رونج ده انت، الرونج راكبك من ساسك لراسك. اوكي اوكي اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي يا هانم. سيبها يا اخويا العسكري وهات جزمتها، خدها يا ابني. يلا اوعى انت رخر، اوعى. يلا اهلا، ازيك يا مدام؟ ازيك يا عم الدكر؟ يا عسكري خد المتهم ده واستناني بره. انا يا فندم. ما تقلقش يا باشا، على بال ما تاخد قهوتك مع المدام هروقهولك. عن اذنك. اتفضل. بقى انا تخونيني يا واطية؟ انت عارف انت محبوس بقالك قد ايه؟ وانا محدش لمس مني شعرة، وبدل ما تشكرني ان انا بدور لك فلوسك وواخده بالي من شغلك جاي تقولي الكلام ده؟ يا صلاة النبي، تعملي معاه شغل وتضيعي شرف؟ انا قلت لك كانت قعده شغل. والشغل ده بقى ما ينفعش غير مع راجل غريب في اوضته في الفندق، صح؟ وايه يعني، ما انت شايفني اهو، ما انا نازله من الاوتيل بهدومي. ولاد لذين بيتبلوا عليكي، حد ضربك على ايدك ووداكي عند الراجل في الاوتيل في اوضته غصب عنك عشان تعملوا شغل. شغل ايه يا اما اللي يتعمل مع راجل غريب في الاوتيل؟ معرفش. شوف بقى، انت اللي مرتبها لي ولا هما؟ طب دي ومدبرين عليك. طب والصرمحة طول الشهور اللي فاتت دي مع الواد ده تقولي عليه ايه؟ الله، ده انت مراقبني بقى. كده خير، الصراع مراقبك. بس انا اسف، انا اسف على جريمة اني راقبت، بس انت بقى مش اسفة على جريمة انك تخونيني. ما خنتكش يا ابو كوامل، وما تعمليش فيها شريف قوي. ولو انت حقيقي مراقبني يبقى كان لازم تعرف ان انا مفيش حاجة بيني وبين الواد ده، وان كنت بقى شريف طلقني. بس يا توحة انا هطلقك وهرفع عليك قضية زنا، ومش بس كده انا هرجعك تاني يا ماما
تخدمي في البيوت زي زمان. ما تقدرش لان انت كلب فلوس وفلوسك كلها مكتوبة باسمي. ما تقدرش يا سمسارية بتاع الشمسية. واطية؟ اقسم بجلال الله واطية والوطيانة مش غريبة عليك. يعني افهم من كلامك ده ان انت دلوقتي بتهدديني ان انا لو فضحتك ورفعت عليك قضية زنا مش هطول ولا ملي من فلوسي، صح؟ ايوه يا ابو الكوامل، واعلى مفخلك اركبه. خد التقيلة مجهز لك حتة دم فجأة. حسن شوفي بقى التنازلات اللي انت مضيعها دي. كنتش اعرف انك واطي للدرجة دي. ده انا افضل من كده كمان. انا كنت بحمي نفسي. وبعدين بدل ما تقولي واطي، بص انت جاية منين وفي ايه، وانت تعرفي الوطيانة اللي بجد بقى. يعني ايه؟ يعني هتلبسي قضية زنا وكل املاكي هتتردلي من تاني. اصحى بت، ده انا ابو الكوامل، يعني كل حاجة كاملة ومتهندسة. هو انت اتجوزتني ليه يا ابو الكوامل؟ عشان توقعني في الحفرة دي؟ لا الصراحة انا اتجوزتك نوع من انواع الحيطة والحصر. كنت بتدارى فيكي من المدعي الاشتراكي. اصل انا كنت حاسس كده انهم بيخططوا لي حاجه. مين اللي بيخطط لك؟ الناس اللي باصين للنعمه اللي في ايدي. هو انت ما تعرفيش ان اكتر رياضه شعبيه في مصر الحقد والحسد؟ وان صراحه ربنا بقى انت كنت بالنسبه لي مفتاح الامم. مفتاح ايه؟ مفتاح الأم اللي أنا كنت مستخبي فيه أنا والمارد. بس أنت بقى أخليتي بالاتفاق وخنتيني فطلعتي المارد اللي كان جوايا. دلوقتي بقى حلوة هتتنازلي عن كل حاجة. أنت خدت مني كل حاجة، أنت عايز إيه تاني؟ عايز اللي حلتك. عايز حاجتك أنت بقى. لازم الأول أرجعك على الحدي ده. حاجتي؟ عايز تاخد تعبي وشقايا في الدنيا دي؟ على جثتي تاخد مليم؟ هلبسك قضية زنا. بصي بقى، تعالى نعمل اتفاق، يا إما تتنازلي عن كل حاجة يا إما هلبسك قضية زنا. قلتي إيه؟ أنا عمري ما شفت حد أوسخ من كده. لا والله في أوسخ. ولعلمك بقى معلومة أنت ما تعرفهاش، أنا رداح وبعرف افرش الملايه اكتر منك. مش هنولك اللي في بالك يا ابو الكوامل يا ناقص. وحياتك وحياتك يا بنت هتوحى، زي ما خليتك تعملي اللي انا عايزه زمان هخليكي تعملي اللي انا عايزه دلوقتي، وهتشوف هتوحى.